نقل سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة تهنئات وتحيات ومباركة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه بمناسبة عقده ندوة مناقشة عقدان مزهران، مشيدا بالجهد الذي قدمه سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة. وأشاد سموه بحضور نخبة من الحضور والمفكرين والسياسيين العرب الذين استضافهم المركز لمناقشة كتاب عقدان مزهران التي احتضنها المركز هذا اليوم. وقد حضر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ندوة لمناقشة كتاب عقدان مزهران والذي أعد من قبل مركز دراسات لتوثيق إنجازات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ليخلد هذا الكتاب ما قدمه جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه للوطن من تسامح وازدهار. سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أشاد بمخرجات الكتاب الذي جاء بعد أن خلده جلالة الملك حفظه الله ورعاه ووثقه بإنجازاته التي هي نبراس وطني للأجيال القادمة، وقال إن منجزات جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه دائما ما كانت نبراسا ينير دروب أبنائه المواطنين ودستور وطني شامل يسير في الطريق الصواب، فهذه المنجزات احتوت واشتملت على كل الجوانب. وأكد أن الإنجازات السياسية شملت جميع المواطنين، والمشرع البحريني اهتم بكل المقاييس ولم يغفل جلالته حفظه الله ورعاه عن أي ثغرة من شأنها التأخير في التطوير السياسي الموجه للمجتمع بكل أفراده. فعهد جلالته الزاهد شهد العديد من التغيرات السياسية التي غيرت وجهة السياسة البحرينية إلى الأفضل وطورت الأساليب للوصول إلى المجال السياسي المناسب للمجتمع والمنطقة المحيطة، والذي يتوافق مع خطط مملكة البحرين وطريقها المستقبلي. هذا وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بأن كتاب عقدان مزهران يسلط الضوء على نهضة حديثة امتدت لمدة 20 عاما من فكرة جلالته حفظه الله ورعاه. فتخطيط صاحب الجلالة بدأ مبكرا وبشكل استثنائي، ولطالما شغل الجانب الاقتصادي فكرة جلالته استنادا لأهمية العيش الكريم والتطوير للوطن والمواطن، حيث استطاع جلالته بتلك الرؤية نقل المملكة في قفزات اقتصادية كان مردودها إيجابي للمملكة وللمواطنين، وقلبت موازين الاقتصاد في مملكة البحرين ما جعلها وجهة معتمدة للمهتمين في مجال الأعمال. يعني أنا ما راح أناقشكم هذا الكتاب لأن قد يقولون أفقد بعض المصداقية إذا تكلمت في أبي خاصة أو معزبي أو قائدي أو مليكي في نفس الوقت. ولكن يعني الحقيقة أنا محظوظ أني أشوف الصورة هذه، وكنت أتذكرها يوم جات الملك رفع هذا الكتاب يبتسم وفرحان جدا بهذا الإنجاز الكبير. وأنا حقيقة ذاك الوقت مثلكم كنت شاب صغير، ولا كنت عارف بالضبط وش معنى هذه الفرحة وش معنى هذا الكتيب الصغير الأحمر، ولا كنت حتى عارف مدى أهمية هذا الكتاب، لأن حكم العمر وحكم قل الخبرة وإلى آخره. لكن ثم تشرفت ولله الحمد بعد
توفيقا من الله أني أكون خادم لتوجيهات سيدي جلالة الملك، وأن نحقق أحلامه ونجعلها على أرض الواقع. ثم بديت أفهم معنى هذا الكتاب، ثم بديت أعرف رؤية جلالة الملك، ثم أصبحت منخرط في عمق رؤية جلالة الملك أن احنا نحقق المستحيل. ولكن في نهاية الأمر أريد أن أخبركم أن هذا ما هو بجهد شخصي من جلالة الملك، ولا هو بجهد منفرد. سعادة السفراء موجودين معانا اليوم، يعرفون عمق بلدانهم مع هذا البلد، يعرفون عمق الأخوة والمحبة والتعاون والتاريخ مع كل حاكم وكل مسؤول في هذا البلد. فأنتوا ما يحتاج أخبركم، لأن أنتوا أخبر مني في هذا العلم. وبالنسبة لتوجيهات جلالة الملك وقيادته، ترى هو ما استلهم ولا حصل هذا الاندفاع ولا حصل هذه الروح ولا حصل هذه الرؤية إلا بعد ما شاف شعبه وقوتهم وتكاتفهم وصدقهم واجتهادهم في العمل. عرف أن كل خطوة راح يخطوها راح يجد ناس شباب وشابات وذوي الخبرة جادين في هذا العمل، يريدون أن يتقدمون للأمام، يريدون أن تزدهر مملكة البحرين، ويريدون معا تحدي كل الصعاب وأنهم يعدونه. والأمثلة كثيرة، لكن أنا اليوم ما أبغي أخليكم في الماضي. إحنا بنتكلم اليوم ولله الحمد خلصنا عقدان مزهران، لكن دائما نستلهم من كلمة جلالة الملك أن الأيام الجميلة ما بعد عشناها، ما يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن الأمثلة ولله الحمد والتجارب والنجاحات نشوفها أمامنا اليوم، يوم بعد يوم نشوف حكمة جلالة الملك معانا، ربان هذه السفينة، يعدي كل الصعاب بوقفة شعبه بوقفة ناسه. لأن اليوم جلالة الملك ما استلهم كل هالقوة هذه إلا بعد هذه القدرة العالية منكم. فلازم أذكركم مرة ثانية، وأن الذكرى تنفع المؤمنين، ترى مو بكل من جالس على طاولة مستديرة، ومو من كل من جالس في مكتب كبير، ومو من كل من جالس في رئاسة مؤسسة أو معسكر أو شركة أو إلى آخره من هالمؤسسات الدولة هو سر النجاح. سر النجاح يكتمن في جميع الناس، في جميع الطبقات، في جميع الوظائف. كلنا اليوم مهمين، كل شخص في مملكة البحرين مهم جدا أن يوصل هذه الرسالة. أتكلم عن أكبر الأمور إلى أصغرها، وكل هذه الأعمال في مملكة البحرين مهمة جدا لجلالة الملك. تذكر دكتور أول أمس شو وجهك جلالة الملك؟ من يومين جلالة الملك يوجه الدكتور الله طول عمره بتوجيه بسيط جدا لكن له منفعة كبيرة لشبابنا وشاباتنا، أن حولوا هذه الروايات اللي أنتوا اللي خدتوها وجمعتوها، أو الحزاوي اللي احنا نتكلم عنها والقصص التراثية، إلى شيء مشروع إعلامي يتثقفون منه شبابنا ويعيشون على هذا الشيء ويشوفونه ويعرفون الماضي. فهذا مثال بسيط جدا لكن جهد كبير منكم، والحقيقة يعني أشكركم على هذا الجهد. في أمور أخرى كبيرة نتكلم عنها، من استراتيجية، من عسكرية، من اقتصادية، من اجتماعية، من تكلموا في كل الأمور، لأن إذا بنتكلم بنعدها اليوم بكرة بيسبقنا جلالة الملك. أنا كرئيس مؤسسة الخيرية ما قط نجحت مع جلالة الملك في شيء، أروح أقترح عليه شيء يكون هو مقترح قبل، أو إذا قبل أرفع السماعة يكون هو معطيني شيء. فإحنا دائما خطوة في الخلف، وهو دائما خطوة إلى خطوتين أمامنا، وهذا ولله الحمد دليل نجاح جلالة الملك. يعني معالي السيدة فوزية هني مثال كبير جدا من نجاحات جلالة الملك ومن نجاحات مرأة مملكة البحرين. فلازم إذا بتتخلوني اليوم تعطوني الوقت والمجال أن يتكلم، أبصم لكم بالعشر
أن بخليكم لأول مرة في حياتكم متواصلون يومين مستمرين بدون سكر. لكن في نهاية الأمر أنا مرة ثانية أقول لكم أفقد المصداقية لبعض الناس اللي من الخارج كوني يعني منه أنا وقربي من جلالة الملك، لكن أنا اليوم مثل ما ذكرت لكم أنا خادم لهذه التوجيهات. كل إنسان في مملكة البحرين مهم، الأيام الجميلة قادمة بإذن الله، وراح إن شاء الله مثل ما مضى علينا عقدان مزهران إحنا إن شاء الله نروح نشوف العقود المثمرة أمامنا مثل ما قلتي لأخت فوزية، فالنبت المزهر هو اللي مثمر إن شاء الله. فالأساس جعله جلالة الملك لنا يكون متين وقوي، عدينا الصعاب مع بعض، وهذا مثل ما يقال رب ضارة النافعة، إن إحنا اليوم مرينا في صعاب سوا وعرفنا التهديد وعرفنا المخاطر، وإحنا اليوم شعب واعي، وأنا كمسؤول عن الشباب أعرف إن عندنا شباب قد المسؤولية ومطموحين، وأنا طموح بهم، وكل الطاقة اللي تشوفونها مني مستلمها منهم، لأن أشوف الطاقة في عينهم وأشوف الإيجابية في عينهم وأشوف المستوى في عيونهم، فهذا اللي يخلي مهمتنا سهلة جدا إن إحنا نعطيهم هذه المواضيع، ولله الحمد يبهروننا ويشرفوننا في كل محافل العالمية. علم مملكة البحرين ولله الحمد ما رفرف عالي إلا مرة أخرى مع وقفة أخوان من الدول الشقيقة ووقفة شعب مع حاكم، فالشكر موصول لكم مرة ثانية على حضوركم معنا. أتمنى أني أكون أنا موجود وياكم طول هذه الندوة واستمع إلى أفكاركم، لكن الأخ عبد الله ما يقصر، دائما يرسل لي هالأوراق ودائما يرسل لي هالمعلومات اللي تخلونا دائما مطلعين على أعمالكم اللي فعلا يعني ملموسة. فأتمنى مرة أخرى عبد الله أنكم أنتم توصلوا لي خلاصة هذه الندوة مرة ثانية، وكلماتكم كلها محل التقدير والعرفان، وحضوركم مرة أخرى مقدرين له، وأتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. ونهاية يعني مفروض الكلمة هذه أبدابها، لكن سيدي جلالة الملك كلفني يعني أوصل لكم تحياته وتقديره ومحبته، وقال لي الحقيقة لا تتكلم عني فيها أمام الناس، لكني ما أقدر، فهذه يعني أنتوا بعد لا تعلمون، فالله يستر، لكن الحين المنصات الإعلامية فضحتنا قدام الجميع، لكن المحبة ما حد يقدر يخفيها، سواء كان ابن ولا كان قريب ولا كان مواطن ولا كان شخص من بلد ثاني، ولله الحمد مشكور. شكرا. فالبحرين والمملكة كانت على موعد مع القدر، وكان دور جلالة الملك دورا انتظرته البحرين بأهلها وبحرها وحبات رمالها وفرحة أطفالها وزغاريد كريماتها وابتهالات مآذنها ودعوات المؤمنين بوحدتها، مملكة حب ومناعة صنعها آل خليفة ومن معهم من أبناء البحرين الطيبين، صورة على هيئة العرب وإرادة لا تشبه إلا العرب. أيتها الأخوات، أيها الأخوة، علمنا التاريخ أن الحكام العدول هم الذين يلبون متطلبات الحياة بحاضرها ومستقبلها، وهؤلاء هم المؤمنون البررة الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى للنهضة بأمة قال فيها الباري عز وجل: وكنتم خير أمة أخرجت للناس. وهكذا كان آل خليفة، وصان رسالتهم مليكنا حمد. وكتاب اليوم الذي خلده جلالة الملك بإنجازاته، فأمرنا فأطعنا فوثقناها للأجيال القادمة كي تعرف وتدرك أي واجب ينتظرها للحفاظ على وطننا ومنجزاته.